يعني لقيت زهر كيف لما أشوف العمل أقدر أوجد نفسي فيه. يمكن أغلب أعمالي ترجع لمنطقة الباحة، يمكن القصص لذكريات أغلبها اللي عشتها. I met Sarah in Saudi Arabia. She created an incredible work exploring ideas of history, memory, trade and cultural convergence. So in a way it was an obvious invitation. العمل يعني مستوحى من وطن، يعني المملكة العربية السعودية، في بالوم سبرينغ اللي أخذت من ترابه. التشابه اللي أنا حسيته الشديد كان في لون التراب في الجبال في الصحراء. عندي رغبة شديدة إني أتعامل مع الأرض دايركت. كنت طول الوقت يعني أتكلم مع هذه القطع، هل الأرض أنت يعني تتحملي هذه القطع؟ لا تحركين هذه القطع. اسم العمل ماذا يكمن وراء الجدران؟ ممكن أنت دائما تشوف الجدار حاجز، وهذه مشكلة أنت تواجهها وتجلس دائما وراء الجدار. To me the piece it's both a redaction of the landscape but also an invitation to look behind it. That invitation is really important. فكرتي لا نجلس دائما نحط حواجز، لا نبني بيننا جدران،